طيب ما لنا احد، ما بحد حولي، بسولف لعل وعسى نلبل حولي. هذه مرة من مرات كنت في قطر. كنت وين؟ كنت في قطر لسبب ما، ايام كاس العالم، وكاد رحت الوالد عنده سيارتي، عنده موتر بايكه اللي هو وشو اللي يعني للسفريات وللمناسبات المهمة، موتر بايك وكالة، ومعه موتر ثاني صغيرة للمشاوير ولكل حاجة. وكاد أنا أروح قطر أخذ لي حوله الشهر، خذيت حول الشهر، جاني خبر قبل أرجع إنه باع موتره الصغيرة. وش السبب؟ كان عليه ديون، فباع الموتر الصغيرة وبقى أضطر إنه يمشي على موتره، موتر البايك هذا. وأنا أرجع من قطر قد جاني الخبر، ونويت إيش؟ سبحان الله والله، سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. هو فعلا إنما الأعمال بالنيات. رجعت بعد كاس العالم نيتي إيش؟ إني أخذ قرض علشان أبو، أبغى أشتري له موتر، ماني مخليه يأخذ موتره البايك هذا. فقررت إني أطلع لي قرض ودرى أبو. يوم دراه هو يجيني ويحلف علي، قال والله العظيم ما أطلع قرض، وأصلا من قبل الله يكتب لي وظيفة قبل أدخل برنامج مبطي. قال أبوك افتك من القروض، لا تطلع قرض حتى لو أنها على شاري. أنا عشت أبوك بدونك وبعيش ماني محتاجك إن شاء الله. المهم رجعت النية إني أخذ لي قرض عشان أفك لأبوي موتر صغيرة تمشيه وتخلي موتره البايك هذا في الحوش. فسبحان الله يوم جيت أبى أطلع لي قرض هو حلف علي، قلت أبشر أبشر يا أبا، ومهما حلف أنا والله نيتي أطلع القرض مطلعه الله لا يعقب شر. وأنا أروح البنك، فقررت إني أطلع قرض، أعطوني نسبة عالية وأعطوني مبلغ قليل، فماش هنا تحطمت. وأجيهم المرة الثانية اختلف القيمة اختلاف بسيط بس باقي النسبة عالية، وأجيهم ثالث مرة والله الربع يمكنها حول 5 مرات أو 6 مرات أجيهم والنسبة عالية، ما هم مثل أخوياي اللي خذوا. وسبحان الله كل تأخيرة فيها خيرة، وهو يجي يوم التأسيس الله يطول عمره الملك سلمان محمد بن سلمان، يوم جاء يوم التأسيس وهي تقل النسب في البنوك 180 درجة، وهو يرتفع المبلغ اللي أنا أبغاه. سبحان الله كانت خيرة، وأنا أخذ المبلغ اللي هو في خاطري وأنا أجي أبوي، قلت هاك أبا سم، والله أنه زعل وأنه ما فرح بها، ما وده أني أطلع قرض. أنا أعطيه إياه، قلت أخذ الموتر اللي أنت بيه أبا والباقي تبي تسدد اللي عليك أي شيء. وكاد أنا أعطيته ولا لي فضل ولا لي منه، وحنا مهما نعطي والدينا ما لنا فضل ولا منه. بس زبدة الموضوع من الموضوع هذا إن سبحان الله راح نص راتبي، لكن يشهد الله الراتب الباقي إنه جاء فيه تبارك، جاء فيه بركة ما يعلم بها إلا الله. من أول راتبي هو صافي، الله ما جيت أول أسبوع وثاني أسبوع له راي، لكن سبحان الله يوم نويت بالنية هذه وراحت في واجبها وراح نص الراتب، سبحان الله جاء الرزق فيها والبركة فيها. طبعا أنا أسولف حالي الله الله. فاللي بقوله لكم يا الربع، لا تشح على أبوك وعلى أمك وعلى أهلك بريال واحد مهما كان السبب، حتى لو أن أبوك تاجر، لو أن أبوك يملك دراهم الدنيا كل أبوها، ولا أمك تملك دراهم، لا تبخل عليهم. الله الله. خاطري لا غبت الشمس.